para obtener fondos públicos que posteriormente tenían intención de desviar a... التمويل الذي يتلقاه المساجد في إسبانيا وخاصة في كاتالونيا التي أمثلها هنا في هذا الملتقى لأنني أنا أشتغل في المجال السياسي في كاتالونيا بحيث أن المساجد لا تخضع لأي رقابة بخصوص التمويل لأنه من الصعب مراقبة الأموال التي تتلقاها المساجد لأنها هي عبارة عن هبات عبارة عن مشاركة لأشخاص عاديين وكذلك هناك أموال يتلقوها من طرف بعض الدول والتي للأسف الشديد تستعمل هذه الأموال في أمور لا علاقة لها بالمساجد ولا علاقة لها بالدين ممارسة الشريعة الإسلامية داخل هذه المساجد بحيث أن الشرطة الإسبانية اكتشفت بعض المساجد تستعمل هذه الأموال لإرسالها لجماعات مقاتلة في سوريا وفي العراق ومنها داعش يعني هذا المال يكون لديه طريق يعني يسمون طريق المثلث بحيث ترسل هذه الأموال إلى أوروبا من أجل تمويل الجمعيات الخيرية والمساجد ومن هناك ترسل إلى مناطق النزاع والقتال الذي طلبت به من خلال هذه المحاضرة طلبت السلطات الكتالانية والإسبانية والأوروبية أن تعطي صبغة قانونية للمساجد لأنها ليست مسجلة كمساجد مسجلة كجمعيات خيرية وجمعيات رياضية وجمعيات ثقافية يجب أن نقوم بإنشاء صبغة قانونية للمساجد لكي يكون لها دور مثل دور الكنيسة مثل دور الكنيس مثل دور مجموعة من الديانات الأخرى التي نتعايش معها هنا في أوروبا.